بهدف تعزيز صمود المواطنين هنا في مخيم عين بيت الماء إلى الغرب من نابلس، حيث يعيش قرابة 8000 نسمة في أوضاع معيشية صعبة. جاء مشروع السيد الرئيس صمود حتى العودة من أجل تعزيز صمودهم عبر ترميم منازلهم الآيلة للسقوط. إذا بدنا نحكي بوضوح، يعني أنه معظم أو 90% من منازل المخيم بحاجة لترميم كاملة. هذا لا يغني عن موضوع آخر اللي هو موضوع الطرقات، موضوع البنية التحتية داخل المخيم، الموضوع الصحي، الموضوع البيئي داخل المخيم. احنا عنا الدار اللي بكورن فيها واحد في ظل الظروف الحالية بكورن 15 اللي ساكنين معاه في البيت. اللجنة الشعبية في المخيم كانت قد تسلمت مقر اللجنة بعد ترميمه من قبل ديوان الرئاسة، وعملت على بناء أقسام جديدة بغرض تقديم المزيد من الخدمات للاجئين. والمخيم بحاجة كمان إلى مشروع ترميم بنية تحتية للشوارع الموجودة داخل المخيم والأزقة وتزفيت الشارع الرئيسي الموجود في المخيم، وهي مشاريع ذات أولوية للجنة الشعبية للعام الحالي إن شاء الله. ومشيئة رب العالمين سنقوم بمساهمات من قبل دائرة شؤون اللاجئين. وكانت اللجنة الشعبية قد أشرفت على ترميم 8 منازل كانت تحتاج إلى إعادة تأهيل مساكنهم وترميمها بعد أن أضحت حياتهم دمارا. هذا مشروع جيد وأنا أنصح بالاستمرار فيه بحكم وجود عشرات البيوت التي تحتاج ليس لترميم بل هي تحتاج لتأهيل لتصبح مؤهلة للسكن البشرية. ما أطلج صدورنا فرحة السكان والمستفيدين من هذا المشروع، وبأنه أصبحت بيوتهم صالحة للسكنة. هذا وتولي اللجان الشعبية أهمية خاصة لإعادة ترميم المنازل ومحاولة تحسين الخدمات المقدمة للاجئين. معاناة كبيرة يعيشها اللاجئون في المخيمات، والذي يتطلب المزيد من الاهتمام بهم والعمل على حل مشاكلهم. من مخيم العين، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.